لأن الواحد يعتمد على نفسه، ونحن نريد أن نقوي هذا الاتجاه، الاتجاه الواحد يعتمد على نفسه ويكون عنده دخل يساعده ويلميه ويطلع السلم درجة درجة. أما المستعجل اللي يريد كل شيء اليوم وما شيء يحدث اليوم، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه الواحد القهار إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن هذه سنة الله في الخلق أن الأمور تأتي تدريجيا. هذه الأيام لا نعلمها ولا نعلم ما هي، يعني قد تكون هذه الأيام هي بالبلايين من السنين، قد تكون بالملايين والبلايين، هي ليست بأيامنا اللي نحن يعني 24 ساعة، هذا في علم ربي، إن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون، هذا الشيء. لكن الإنسان يطلع السلم درجة درجة.